بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. اللهم اجعل الحق على ألسنتنا والهمنا العمل به، اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى، اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم الطبي الاسبوعي ناقص واحد. حلقه اليوم هتكون ان شاء الله تكمله لما بداناه سويا في الحلقه الماضيه، وهي بعنوان امراض العظام بين الطب والتجاره. هذا هو الجزء الثاني من هذا العنوان. وشفنا مع بعض في الحلقه السابقه أمراض العظام بين الطب والتجارة، وقلنا أن مش أمراض العظام داخلة ثانوية عامة ولا في تنسيق علشان نخيرها أن هي تختار طب أو تجارة، ولكن هذا العنوان يحمل كما شاهدنا في الحلقة السابقة المقارنة ما بين الطب وما بين التجارة المنتشرة لأمراض العظام على الشاشات الفضائية وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وشفنا مع حضراتكم إزاي حقيقة يستطيع هذا الطاغوت الكبير جدا جدا الشاشات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي يستطيع أن يخدع حضراتكم ويستطيع أن يأخذ ما يريد من حضراتكم دون أن تشعر أو دون أن تدري. وشفنا المداخلة الأولى في الحلقة السابقة، محامية محترمة كيف تعرضت للنصب والتجارة على والدتها التي تعاني من مرض السكر على مدار سنة كاملة في مركز مجهول للأعشاب، صاحبه عطار وبيقول له روحوا شوفوا دكتور غيري، وصرفت كثير من الأموال في هذا العام، وكان أول كلامه معاها في خلال 25 يوم هيروح السكر تماما، ولم يحدث طبعا. ولكن في الطب وجدنا الفرق الشاسع، في خلال شهر واحد فقط ظبط السكر تماما وبدون تكلفة تذكر بمعنى الكلمة. وكيف أنه أيضا يعني من النصب الديني، أقدر أن أنا أسميه كده، أنه أدلها ورد قرآني للتخسيس. كيف يعقل هذا؟ ورد قرآني لما هتقريها تخسي، فبتقول أنا قريته وما استفدتش حاجة، وكل اللي أنا استفدته فقط أن أنا زدت ما خستش. قلت لها لا، أنت استفدتي ثواب الورد القرآني في ميزان حسناتك إن شاء الله، ولكن لا يعقل أبدا أن تكون التجارة بالدين إلى هذا المستوى. وذكرت لحضراتكم أيضا في الحلقة الماضية أنه يعز علي جدا أن أرى أستاذ في الفقه يعمل إعلان عن العظام، عن أمراض العظام. كيف وأنت رجل دين ورجل فقه يشار إليك بالبنان أن أنت تعلن عن كريم عظام أو تعلن عن منتج طبي؟ يعني إيه اللي جاب القلعة جنب البحر زي ما بيقول؟ يعني ما فيش مقارنة أبدا ولا صلة ولا علاقة أبدا بمعنى الكلمة. كل كريمات العظام وكل إعلانات كريمات العظام وكل البرامج المباعة للتحدث عن كريمات العظام وعلاج أمراض العظام كلها مباعة بمعنى الكلمة، ولا تحمل من الطب أي شيء، وكلها تجارة على حضراتكم وتدليس بمعنى الكلمة على حضراتكم، غش لحضراتكم ليس أكثر من هذا. وده اللي احنا شفناه مع بعض في الحلقة الماضية، وده اللي احنا هنكمله مع بعض في هذه الحلقة. وبرضه هنبدأ بيها باتصال من أخت فاضلة هتوري حضراتكم إزاي هي بتتعرض فعلا، أو كلكم للأسف بتتعرضوا للغش وللتدليس وللتجارة عن طريق الشاشات الفضائية وعن طريق منصات التواصل الاجتماعي. خلينا نشاهد هذه المداخلة اللي بتقول لحضراتكم إن أنتوا فعلا بتتعرضوا للنصب على صحتكم وأملكم. خلينا نشاهد هذه المداخلة ونرجع نبدأ حلقيات فعاليات هذه الحلقة مع بعض. أم أحمد، السلام عليكم. ازيك حضرتك يا دكتور، منور التلفزيون. ربنا يحفظك يا أم أحمد، ربنا يحفظك. بشكرك جدا جدا على عنوان الحلقة يا دكتور، والله العظيم زي ما حضرتك كل كلمة بتقولها صح. ربنا يبارك لك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء وجهه. والله العظيم يا دكتور بيستنزفوا صحتنا وأموالنا وبيضحكوا علينا،
كل كلمة حضرتك قلتها صح يا دكتور، طول ما حضرتك معانا إن شاء الله عمرنا ما هنضل أبدا. ربنا يبارك لك يا أم أحمد، أسأل الله العظيم أن يعافينا جميعا يا رب من الجميع. بشكر حضرتك جدا جدا على الرجيم بتاع حضرتك، وأحب أقول لحضرتك إن أنا عاملة رجيم حضرتك من شهر 12 وخسيت عليه لحد دلوقتي 25 كيلو ما شاء وأنا الله. وأنا بشكرك قدام الناس كلها يا دكتور، ولو طول الوقت أوطي على إيد حضرتك. ربنا يعزك ويعلي قدرك، ربنا يحفظك يا رب. والله العظيم يا دكتور من غير مصاريف، من غير تعب، من غير أي حاجة في الدنيا كلها أنا بشكرك. الحمد بشكرك لله قدام رب العالم. العالم وقدام الناس كلها. ربنا يبارك لك يا أم أحمد، جزاك الله خيرا، شكر الله لك. عنوان الحلقة اللي كانت بتتكلم عنها أم أحمد هي كان اسمها النصب الطبي، وبالتالي يعني بتقول فعلا كل كلمة أنا بقولها حقيقة، لأن هي تعرضت لهذا النصب الطبي. بتقول بالجملة بالضبط، استنزفوا صحتنا وأموالنا وبيضحكوا علينا، وهذا هو الواقع لكل إعلانات الطبية المعروضة على الشاشات الفضائية والمعروضة على منصات التواصل الاجتماعي جميعها بدون أي استثناء. حقيقة كل هذا استنزاف للصحة واستنزاف للأموال. طب استنزاف للأموال ماشي، فهمنا ان انا هشتري منتج ومش هجيب نتيجة، استنزاف للصحة ازاي؟ هيؤخر الحالة طبيا، وبالتالي هتبتدي المشكلة تتفاقم اكثر واكثر قبل ما نبدأ في الوهم والتجارة اللي بنضحك علينا بيها. كنا نقدر ان احنا نعالج بسرعة ونعالج بنتيجة افضل وبوسائل اقل من ما بعد الاستنزاف للصحة زي ما بتقول الأخت أم أحمد. خسّت 25 كيلو عن طريق الرجيم اللي احنا بنعرضه في الحلقة، لجت عيادة ولا زي ما تقول صرفت قرش ولا مشوار ولا أي حاجة، نزلت 25 كيلو عن طريق الرجيم المثالي اللي احنا بنعرضه في الحلقات، في حلقات سابقة موجود، هو موجود على صفحة قناة الرحمة الفضائية، وموجود أيضا على صفحة دكتور أسامة حجازي على الفيسبوك. هذا الرجيم نزلت عليه 25 كيلو لأنه رجيم يناسب الجميع، وبالتالي هو ده الطب. الطب كل فايدته مصلحة حضرتك، كل فايدته صحة حضرتك، وليس استنزاف لأموال، وليس استنزاف لصحة، وليس إعلان تجاري. وأنا بأسف جدا جدا أن أنا بشوف هذه الأيام أطباء فعلا بيعلنوا وبيستنزفوا بمعنى الكلمة الصحة والأموال. ما تقوليش ان هناك منتج هيعالج خشونة الركبتين تماما وانت طبيب وتعلم تمام العلم ان ليس هذا الكلام، ليس له من الصحة اي نصيب. ما تقوليش ابدا في اعلان وانت طبيب ان القولون سبب كل الامراض. ازاي يعني خدناها في اي سنة من الطب دي، ولا في انهي برانش في الطب، ولا يعني جبتها حضرتك منين؟ وان انت خلاص جبت حاجة منتج هيحط من الدنيا وهينظف القولون وهينهيك ينهي كل متاعب الصحية مع حضرتك. عيب عيب، لا يصح ابدا، وحضرتك طبيب ما ينفعش. استنزاف اموال الناس وصحتهم ستسأل عنها امام الله عز وجل، ودي الامانة الطبية اللي احنا حملناها على اعناقنا. فعيب قوي ان انا اتخلى عن هذه الامانة وابتدي ان انا ابقى تاجر. طب ما تاجر في اي حاجه تانية، يعني تاجر في العربيات الجميل، يعني مجال حلو قوي تجاره العربيات والادوات الكهربائيه والحاجات دي جميله قوي. ابعد عن الطب وتاجر لو عايز تتاجر، ولكن استنزاف صحه الناس واستنزاف اموال الناس في اشد لحظات ضعفهم وهي لحظه المرض ستسال عنها امام الله عز وجل. ولكن دايما تجار البشر ما بينظروش الى هذه النظر أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، كل همه جمع الأموال. وأعتقد أن احنا عاصرنا كثير من الإعلانات اللي كانت بتحطم الدنيا ومالية كل، يعني لو هتفتح التلاجة هتلاقي الإعلان موجود وفجأة اختفى تماما وكأنه لم يكن، لأنه خلاص خد البادجت اللي هو عايزه، خد الهدف اللي هو عايزه. أنا صرفت مليون إعلانات جالي 10 مليون، كويس جدا، سلام عليكم. ومين الضحية؟ حضرتكم. ليه؟ لأن احنا ما بنسمعش كلام المتخصصين في هذا المجال. وكما ذكرت من قبل في الحلقة الماضية، لا تعطي مصداقية أبدا إلا لعقلك لما تشوف أنت مين اللي بيتكلم وبيتكلم عن طريق إيه، وهل هو مؤهل لهذا الكلام أم لا، وهل هو حقيقة طبيب أم لا. واستأذن برضو المخرج الجميل بتاعنا أن ينزل لي التايتل بتاع الإنسان اللي بيتكلم، الشخص اللي بيكلمكم ده، دي مؤهلاتي ودي دراساتي، وبتحدث عن أمراض العظام من منطلق الطب البديل وليس من منطلق تخصص العظام، ودي نظرة ودي نظرة، ولكنني طبيب
تخصصت في مجال الطب البديل وبعالج بآليات الطب البديل، وبفضل الله سبحانه وتعالى النتائج زي ما حضراتكم بتشوفوها وبتحسوها وبتلمسوها عندي في العيادة أو عن طريق البرنامج اللي بقالنا كتير مع بعض فيه. لا تعطي مصداقية لا لقناة ولا لشخص ولا لأي شيء إلا عقلك فقط عندما ترى من يتحدث وتعرف جيدا من يتحدث وعن طريق إيه بيتحدث وشهاداته ومؤهلاته، وفي اللحظة دي ابتدي أن أنت تاخد منه. تجارة في أمراض العظام كثيرة جدا جدا جدا، وطبعا في أمراض أخرى يعني التخسيس عد ولا تحصي زي ما بيقولوا، أمراض الذكورة أيضا، التأخر الإنجاب أيضا، كل لحظات ضعف الإنسان تجار البشر بيستغلوها ويبتدي يعملوا منتج ليس له أي علاقة من قريب أو من بعيد بهذه الحالة، ولكنها تجارة على حضراتكم، استنزاف لأموالكم واستنزاف لصحتكم زي ما سمعنا السيدة الفاضلة أم أحمد وهي بتقول هذه الجملة. أمراض العظام كثيرة جدا كما تحدثنا في الحلقة السابقة، وتختلف من مريض إلى آخر، وتختلف الحالة أو الخطة الطبية العلاجية من حالة إلى أخرى حسب معطيات الحالة وحسب التاريخ المرضي للحالة وحسب الشكوى وحسب السن إلى آخره. تشخيص دقيق بمعنى الكلمة ثم رسم الخطة الطبية العلاجية اللي حضرتك هتمشي عليها، سائلين الله عز وجل أنا وهو على باب الله، ودايما بقولها للمريض بتاعي أن يتم علينا الشفاء وينعم علينا بالشفاء التام لهذه الحالة. أكثر أمراض العظام شيوعا هي العمود الفقري والركبتين، وقد تتطور الحالة إلى لابد من إجراء عملية جراحية، ودايما بقول لحضراتكم لا أقلل من شأن العمليات الجراحية ولا أهمش العمليات الجراحية، ولكن خلينا نخليها آخر اختيار. لما لها من مشقة على الجسم البشري، لما لها من تكلفة مادية، لما لها قد يكون لها بعض الآثار الجانبية، دايما نخلي الجراحة آخر خيار لينا. لو كان للطب البديل مسلك أو طريق خلينا نسلكه إن لم يكن مضرا، لابد أن يكون على يد طبيب متخصص حتى أحصد الإيجابيات وأنفي تماما وأبعد السلبيات التي قد تحدث. نخلي العملية الجراحية آخر حاجة، وبعدها تاني لا أقلل من شأن العمليات الجراحية، لا أهمش العمليات الجراحية، ولكن زي ما بقول نجعلها آخر اختيار لنا. هل يستطيع الطب البديل بآلياته المختلفة إن هو يقي المريض الدخول إلى العمليات الجراحية؟ خلينا نشاهد هذه المداخلة من حلقة سابقة، نشوف الحالة كانت إيه وإزاي قدرنا إن إحنا نتعامل، وبفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا إن إحنا نبعد المريض عن طريق العمليات الجراحية. الحاجة سمية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي. أهلا يا دكتور. اتفضلي يا حاجة، سامع حضرتك، اتفضلي. ماشي يا دكتور، ماشي. الحمد لله يا دكتور، ربنا كرمني، ربنا كرمني يعني على علاجك وعلى الحجامة بتاعت حضرتك. الدكتور كان قايل لي في عملية وكده الغضروف. كانت المشكلة إيه يا حاجة سمية، غضروف؟ كان الغضروف. اي يا دكتور. فالدكتور كان بيقول لي يعني ارجع له ثاني بعد شهر عشان اعمل عمليه وكده، لان يعني لما عملتهاش هتاثر على مشي وكده، مش هقدر امشي بعد كده. تمام. فربنا كرمني وجيت لحضرتك. فعملت لي حجامه وعلاج، والحمد لله يا دكتور، على اشكر ربنا ان هو كرمني وجيت لحضرتك، و واشكر حضرتك يا دكتور على العلاج. الله يبارك لك يا حاجة سمية، يعني الحمد لله رب العالمين اتحسننا واستغنينا عن العملية. الحمد لله يا دكتور، الحمد لله والله. الحمد لله رب العالمين. طب الأعراض اللي كانت موجودة قبل الحجامة إيه يا حاجة سمية؟ يعني كان عندي ألم شديد في ركبي ورجل اليمين ما بقدرش أقف عليه. ودايما كنت ما اقدرش اقف شويه، لازم الحق نفسي واقعد، يعني اكون هقع، يعني ببقى خايفه لكون اقع على الارض وكده، فربنا يعني كنت بخاف اقوم قاعده على طول. الحمد لله رب العالمين، كل الامور دي اتحسنت تماما الحمد لله. فالحمد لله يا دكتور، والله ربنا كرمنا على علاجك والحجامه. الحمد لله رب العالمين، وربنا يجعلك كده سبب لشفاء الجميع ان شاء الله. الله يحفظك يا حاجه سميه. عملنا حاجه غير الحجامه يا حاجه؟ نعم. عملنا شيء اخر غير الحجامه؟ لا يا دكتور، الحجامه والرجيم للتخسيس. تمام. لما خسيت الحمد لله حسيت بالراحه جامده، يعني الحمد لله. تمام.
والحمد لله يعني لسه بكمل العلاج الحمد لله، هو والتخسيس برضه. فالحمد لله والله بشكر ربنا، ربنا يتم نعمته عليك يا رب، وبحمد ربنا كتير ان ربنا كرمني وجيت لحضرتك يا دكتور. ربنا يجعلنا سبب، ربنا يجعلنا سبب، اسال الله العظيم ان يتم شفاك على خير يا حاجه سميه يا رب ان شاء الله. اللهم امين يا دكتور، وربنا يجعلك سبب كده لشفاء الناس جميعا. اللهم امين يا رب، اللهم امين، وربنا يكرمك من عنده، وربنا يجازيك خير يا دكتور والله. الله يبارك لك، الله يبارك لك حاجه سميه، اشكرك شكرا جزيلا على اتصالك الجميل، شكر الله لك، شكرا جزيلا. الحاجة سمية بعد شهر تدخل تعمل عمليات وإلا مش هتقدر تمشي بعد كده. أعتقد الجملة دي لوحدها مرعبة لأي شخص، يعني خلينا واقعيين، نضع نفسنا كده مكان الحاجة سمية، في خلال شهر يا حاجة لو ما دخلتيش عمليات مش هتقدر تمشي بعد كده. عندها غضروف، عندها مشاكل في الركبتين، ما بتقدرش تقف شوية، لو وقفت شوية تحس إن هي هتقف، هتضطر إن هي تقعد شبه حياة قاعدة بمعنى الكلمة. الحل من ناحية الويسترن ميديسن أو الطب الغربي إن أنا لابد إن أنا أدخل عمليات. طيب نظرة الطب البديل كانت مختلفة تمام الاختلاف عن الطب الغربي. التشخيص واحد، التشخيص واحد، ما اختلفناش في الطب الغربي عن الطب البديل، ولكن تناول الحالة من ناحية الخطة الطبية العلاجية اختلف تمام الاختلاف. في الويسترن ميديسن في الطب الغربي لابد من إجراء عملية جراحية وإلا المريض هيدخل في شلل. الطب البديل لا، منهج تاني خالص، آليات تانية خالص مختلفة تماما. ابتدينا ان احنا نشوف الحجامة والتخسيس، وقد كانت النتيجة بفضل الله سبحانه وتعالى زي ما حضراتكم سمعتم انتهت المشكلة تماما، قدرت تمشي الحاجة سمية، قدرت تتحرك، قدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته ان احنا نجنبها تماما الدخول في العمليات الجراحية. هل يستطيع كريمات الشاشة كلها من اولها لاخرها علاج حالة زي دي؟ لا اعتقد ذلك، ولكن هم يصوروا لك احنا نقدر نعالج الحالة دي، ولكن ابدا، ويقسموا على المصحف كتاب الله ويقسموا اشد الاغلظ الايمان ان هم مش واخدين فلوس وان ده حقيقي وان في خلال 3 4 دهنات انتهت المشكلة، واحنا كاطباء نتمنى ذلك، ولكن هذه تجارة على حضراتكم لا اكثر ولا اقل. ايا كان المنتج وان اختلف الشخص او اختلفت القناة او اختلفت الشاشة، واحد، تجارة بشر. واعتقد ان حضراتكم يعني خاصة هذه الاونة كمية الاعلانات الطبية المضللة لا تعد ولا تحصى. انت الرقيب على نفسك، انت المسؤول عن صحتك، ليس احد اخر. وزي ما قلت لحضرتك من قليل، منذ قليل، لا تعطي مصداقية الا لعقلك فقط. اما البرامج الطبية المباعة ليس لها اي فائدة، وزي ما سمعنا مع ام احمد خست عن طريق البرنامج الطبي اللي احنا فيه ده 25 كيلو. انا لا بكتب عنواني ولا بكتب تليفوني ولا طريقة التواصل، ولكن البرنامج هدفه حضرتك، التوعية الطبية والثقافة الطبية لحضرتك. علشان كده ما هوش اعلان، علشان كده ما هوش برنامج مباع. اما البرامج الاخرى هتلاقي اليافطة بتلف موجودة على طول للتواصل، تليفونات كذا، العنوان كذا، المراكز كذا، وعد بقى. وللأسف يعني أنا بأسف فعلا إن هم أطباء، المفروض من لائحة آداب المهنة في النقابة العامة للأطباء أن هذا ممنوع، ولكن لا حياة لمن تنادي. عشان كده بقول لحضرتك أنت الرقيب على نفسك، وأنت المسؤول عن صحة حضرتك، مفيش حد تاني، ما تدورش على حد تاني. شفنا الحاجة سمية، شفنا الحالة كانت ازاي، وبفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا ان احنا نتعامل معها بآليات الطب البديل، وقدرنا ان احنا نتخطى المشكلة الطبية العويصة اللي بقالها كتير جدا. قد يتخيل البعض ان آليات الطب البديل مجرد مسكن، وكتير من الاشخاص يقول لك ان الإبر الصينية دي عبارة عن وهم، أو عبارة عن وهم نفسي للمريض. يعني طبعا كلام بعيد تماما عن الحقيقة، وكلام ليس له اي نصيب من الحقيقة بمعنى الكلمة. والطب البديل ليس مسكن وليس حاجة مؤقتة، ولكنه علاج دائم بفضل الله سبحانه وتعالى، وده اللي احنا هنشوفه وهنحسه من المداخلة التالية اللي من حلقة سابقة. شوف بقالها قد ايه تعالجت وانتهت المشكلة، وبقالنا قد ايه مخلصين علاج. خلينا اخد الحاجة عواطف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي. اهلا وسهلا. ايوه يا دكتور. أنا جيت لحضرتك من السنة اللي فاتت، وكنت بعمل حجامة عشان كان عندي خشونة في رجلي،
وكان عندي غضروف في ظهري. الحمد لله من ساعة ما عملت الحمد لله رب العالمين، ربنا جعلك سبب يا دكتور، ربنا يكرمك يا رب. الله يحفظك يا حاجة عطس، ربنا يبارك لك. ربنا يكرمك يعني ما شاء الله، ربنا. انا يعني بقالنا سنة وعاملين الحجامة الحمد لله والحمد لله رب العالمين، الامور بقت كويسة الحمد لله يا دكتور، يعني لله الحمد لله، يعني ما شاء خست وظهر الحمد لله. تمام. ودلوقتي رحت لحضرتك تاني عشان خاطر برضو قال لي عندك الدكتور، عملت تحليل سكر وقالوا لي عندك استعداد للسكر، فرحت لحضرتك وجبت من عنده الأعشاب. تمام، ربنا رب الحمد يجعلنا سبب دايما ان شاء الله في شفاء ربنا حضرتك. ربنا يكرمك يا الله دكتور يحفظك ويبارك حاجه فيك عواطف. يا رب انا عايز العالمين. اتكلم مع حضرتك شويه عن الحجامه، لان دي برضو من النقاط المهمه جدا في الطب البديل، وواخده برضو للاسف عند بعض الاشخاص صدى لا سيء. لا لا ولكن لا انا عايزك زي ما بيقولوا اسال مجرب ولا تسال طبيب، لا احنا الطبيب معانا هو، هنسال المجرب اللي جرب عند والله الطبيب دوت، فعايز والله اعرف. جربت والله العظيم الحمد لله، يعني خدت علاجات كتير ورحت دكاترة كتير وخدت حبوب كتير، بس اللي جابت معايا الفايدة الحمد لله رب العالمين، لأن صلنا على الرسول عليه عليه الصلاة الصلاة والسلام، عليه والسلام، أفضل الصلاة والسلام. وعندنا في بلدنا في النوبة من زمان بيستعملوا الحجامة دي، أكيد طبعا طبعا. ووالدة حضرتي كانت بتعملها كل شهر، ده تمام، سنة عن رسول الله عليه عليه الصلاة الصلاة والسلام. والسلام، عليه أفضل الصلاة ربنا والسلام. يكرمك ويبارك في حضرتك يا دكتور، ربنا ربنا يحفظك حاجة يكرمك. عواطف، أشكرك شكرا جزيلا وشكر الله لك على حسن ربنا الدعاء. يبارك فيك شكرا، يا رب يا ابني، ربنا الله يبارك يخليك. لك، الله يبارك في عمرك فندم، شكرا جزيلا ستي، شكرا. الحاجة عواطف من سنة كانت عندي بتعاني من خشونة في الركبتين وبتعاني من غضروف قطني، بفضل الله سبحانه وتعالى عملنا الحجامة زي ما حضراتكم سمعتم وانتهت المشكلة تماما. مرت على دكاترة كتير زي ما بتقول، وخدت علاجات كتير وأدوية كتير، وتعبت معدتها ومفيش فايدة، وبفضل الله سبحانه وتعالى كانت نظرة الطب البديل مختلفة تمام الاختلاف عن الطب الغربي بآلياته الكثيرة اللي ممكن حضراتكم كتير بيرفضها. ده من سنة، علشان كده بقول لحضراتكم ليست آليات الطب البديل شيء مؤقت، ليس مسكن مؤقت، ليس علاج وهترجع المشكلة تاني، لا، بفضل الله سبحانه وتعالى بتنتهي المشكلة الطبية تماما ويعود الإنسان لحياته تماما شافيا معافيا بفضل الله سبحانه وتعالى. وجد أن ليس شهر ولا اثنين ولا ثلاثة، لا، الحمد لله بتكون تنتهي المشكلة المرضية إلى الأبد. نظرة الطب البديل بتختلف تمام الاختلاف عن نظرة الطب الغربي، ولكن هناك شرطين مهمين جدا. أنا كنت أقول شرط، لقيتهم شرطين. الشرط الأول أن يكون الطبيب متخصصا في هذا المجال، الشرط الثاني عند حضرتك أنت، وهو الالتزام بالخطة الطبية العلاجية. يعني إيه؟ حضرتك بنشوف الحالة، بنشخص الحالة، وكما ذكرت لحضراتكم التشخيص لا يختلف في الطب الغربي عن الطب البديل. مش هتجيلي والطب الغربي يكون يعني قايل الأشعة والرنين بتاعنا قايل ان في انزلاق غضروفي ما بين الفقرة الرابعة والخامسة، فهتيجي انت المتخصص في الطب البديل يقول لك لا مفيش انزلاق، لا، انزلاق موجود والتشخيص واحد، هيختلف الحديث فقط في الآلية الطبية اللي احنا هنستخدمها. هيختلف الحديث ما بين الطب الغربي والطب البديل في آلياته فقط، في الخطة الطبية العلاجية. وهقف شوية مع حضراتكم عند كلمة الخطة الطبية العلاجية. بنشوف الحالة، بنحدد الخطوات اللي احنا هنمشي عليها، 1 2 3 10، يبقى لابد من الالتزام بواحد اتنين تلاتة عشرة. طب شيل يا دكتور معلش ما تعمليش حجامة وخلينا في الأعشاب والأدوية فقط، مش هنجيب النتيجة اللي احنا عايزينها. طب ماشي يا دكتور هنعمل حجامة وبلاش أعشاب عشان ما بحبهاش، مش هنجيب النتيجة اللي احنا عايزينها. طب يا دكتور خلينا في الأعشاب والأدوية وبلاش حجامة، وهكذا إلى آخره. الفصال في الخطة الطبية العلاجية مرفوض تمام الرفض، ولا يجب أن يتماشى الطبيب مع المريض. أنا آسف في الكلمة، أنا آسف، أنت مش هتمشيني على مزاجك، ده في الخطة الطبية العلاجية، لا، هي دي الخطة الطبية العلاجية المناسبة لحالتك، هنلتزم بيها هنجيب نتيجة، مش هنلتزم بيها مش هنجيب نتيجة. وكثير من الحالات عندي لما يقول لي لا أنا مش هاخد أعشاب، أقول له طب معلش أنا آسف، أنا مش هكمل علاج مع حضرتك، لأن ده اللي أنا اتعلمته، ده اللي أنا عرفته، ده اللي أنا شفت الحالات العلاجية عنه،
الدراسات معمولة على الكلام ده، ان انا اشيل حاجة يبقى هنسقط بند من البنود، مش هنوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها. يبقى كده انا بضحك عليك، يبقى انا كده خنت الامانة الطبية اللي بيني وبين الله عز وجل. ما ينفعش ان انا اطاوعك على هواك، ما ينفعش. ما ينفعش ان انا اقول طيب ماشي نعمل حجامة، ما كده كده انا هاخد اجرتي وهاخد فلوسي، ولكن انت مش هتستفيد. يبقى انا خنت الامانة الطبية امام الله عز وجل. الالتزام بالخطة الطبية العلاجية سواء من الوقت، يعني هشوفك بعد شهر يبقى بعد شهر، زادت يوم او اتنين ماشي الحال، اكتر من كده لا. الالتزام بالخطوات اللي احنا هنمشي عليها مهم جدا. الالتزام بالجرعات الموصى بها في العلاج او الاعشاب مهم جدا. الالتزام بعدد مرات العلاج مهم جدا. كل هذه النقاط تعتبر سلم النجاح اللي احنا بنطلعه مع بعض خطوة خطوة حتى نصل إلى الشفاء التام بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الالتزام بالخطة الطبية العلاجية مهم جدا جدا، وليس له فصال، ما فيهوش فصال. طب هل يا دكتور كل حالات العظام اللي هتيجي تشتكي من العظام لابد ان انا اعمل لها حجامة، ولابد ان احنا ناخد اعشاب، ولابد ان احنا ناخد ادوية؟ لا، بيختلف الوضع من حالة إلى أخرى، حتى وإن كان نفس المعاناة، حتى وإن كانت نفس الشكوى. بمعنى لو مريض عندي جاي بيشتكي من خشونة في الركبتين، بنقيم الحالة، بتسميها medical evaluation of the case، بنقيم الحالة طبيا وابتدي أرسم الخطة الطبية العلاجية لهذا المريض. المريض بيعاني من خشونة في الركبتين، ولكن النظرة الطبية والخطة الطبية العلاجية عايزين فقط ان احنا نشيل الوزن الزائد وهيعود الامور كما كانت بفضل الله سبحانه وتعالى. حالة اخرى نفس المعاناة ونفس الشكوى، لا، في الحالة دي احنا هنحتاج حجامة فقط. حالة ثالثة نفس الشكوى، لا، احنا في الحالة دي هنحتاج حجامة مع تخسيس. وهكذا تختلف الخطة الطبية العلاجية من حالة الى اخرى، وان تشابهت الشكوى او تشابه المرض في كل الحالات. وبالتالي الخطة الطبية العلاجية بتختلف تمام الاختلاف. بعد الفحص الدقيق والتشخيص للحالة أقدر أقول الخطة الطبية العلاجية لهذه الحالة، وده اللي أنا هشوفه مع الحالة اللي احنا هنسمعها دلوقتي. أمراض عظام ومشكلة عظام، ولكن كان الحل في التخسيس فقط وليس له أي علاقة بالحجامة، وما عملناش حجامة وانتهت المشكلة الطبية تماما. خلينا نشاهد هذه الحالة وانت هتفهم حضرتك يعني ايه خطة طبية علاجية. مدام مروة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور أسامة؟ اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي. حضرتك عامل ايه؟ بخير وفضل من الله عز وجل، الله يحفظك. انا بتصل بحضرتك والله يا دكتور عشان اشكر حضرتك بصراحة على المجهود اللي حضرتك عملته معايا. الله يخليك. لان انا كانت مشكلتي في سنة، والله يا دكتور انا لفيت عند دكاترة العظام كتير، كانت مشكلتي في ركبي وظهري. ايوه. وكنت تعبانه جدا والله يا دكتور لحد ما سمعت حضرتك بتتكلم عن الوجع، عن التخسيس ومشكلته مع المفاصل والام الظهر وكده. ومن ساعه ما جيت لحضرتك العياده وما شاء الله ربنا يجازيك كل خير والله يا دكتور، رجلي الحمد لله بقت احسن كتير كتير كتير، وظهري الحمد لله ما عدتش بشتكي منه والله يا دكتور. الحمد لله رب العالمين. طيب مدام مروة، انا عايزك معلش، احنا كنا كام كيلو بدانا مع بعض؟ كام كيلو؟ ايوه يا دكتور كنت 86. 86. ايوه يا دكتور. وخلصنا كام؟ والحمد لله خلصنا على 64. انجاز من حضرتك والله يا دكتور اسامه، الفضل لله. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. بفضل الله اولا بوصل لحضرتك والله يا دكتور. الله يبارك يعني لك. انا بسم الله ما شاء الله والله الحمد لله، الالام رجليا ريحتنا خالص وما عدتش بشتكي من ظهري خالص خالص يا دكتور والله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب، وربنا يبارك لك يا رب والله يا دكتور اسامه. الله يبارك في عمرك يا رب. لا والله حضرتك اللي مريضه مثاليه، يعني انا متذكر حضرتك طبعا، حضرتك مريضه مثاليه، كنت سمعت كلام جدا وما شاء الله نتيجه رائعه قوي من 86 ل 64، يعني ما شاء الله 22 كيلو كويس جدا جدا. وطبعا الدنيا أيوة اختلفت خالص مع حضرتك. ايوه ايوه والله يا دكتور. ايوه الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا دكتور. الحمد لله رب العالمين. بس لحضرتك بس سؤال يا دكتور، هو الاعشاب اللي حضرتك ذكرتها دي ممكن ان انا استخدمها عادي يعني زي حفاظه وكده ولا ما فيش لازمه؟ اه طبعا ممكن، مفيش اي مشكله معاها خالص يا فندم. اللي هي المجموعه دي الشاي والكمون والحاجات دي ممكن عادي؟ مفيش اي مشكله خالص، استخدميها وما بتجيب نتيجه رائعه جدا معاكي، هتثبت الوزن مش هنزيد تاني ان شاء الله، والحمد لله يعني ان شاء الله مش هتزيدي تاني الحمد لله رب العالمين. بامر الله يا دكتور. ثلاث مرات برضه يا دكتور قبل قبل كل وجبه؟ ايوه بالظبط كده يا فندم، بالظبط كده.
ربنا يجزيك كل خير يا دكتور. جزاك الله خيرا يا منى. كل خير يا رب. شكرا الله لك. ويبارك لك يا رب ويعزك يا رب يا دكتور اسامه والله يا رب. الله يعزك ويعلي قدرك. اشكرك يا سيدي. شكرا جزيلا. مدام مروه مشكلتها مع العظام. الركبتين والظهر. لفت عند دكاتره العظام كتير جدا جدا. سمعت البرنامج كنا بنتحدث عن السمنه وزياده الوزن واثرها على العظام وعلى الجهاز الهيكلي للانسان. فبمعنى الكلمه زي ما حضراتكم دايما بتقولوا قلت اجرب، هي برضو قالت تجرب. والحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى جت مدام مروه، شفت الحاله، شخصنا، كان فقط كل المطلوب مننا ان احنا نزيل الوزن الزائد من على العظام. مدام مروه خست 22 كيلو ما شاء الله، نزلت من 86 الى 64. اعتقد هتبقى انسان تاني بمعنى الكلمه مع فقد 22 كيلو. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي مهمه قوي بالنسبه للظهر وبالنسبه لالام العظام وخشونه الركبتين، انا شلت 22 كيلو اضربهم في 4 يبقى انا شلت 88 كيلو من على الركبتين المساكين دول وعن العمود الفقري المسكين ده. شلت 88 كيلو حمل بمعنى الكلمه. مين فينا يقدر يشيل 88 كيلو حمل بمعنى الكلمه؟ وبتتحرك وبتروح وتيجي وتطلع وتنزل بالحمل ده. لا، احنا شلنا الحمل ده وبفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا ان احنا ننهي المشكله المرضيه تماما. ما عملناش حجامه، ما هيش محتاجاها، يبقى هعملها ليه؟ ودي نقطه مهمه جدا عايز برضو اقف مع حضراتكم عندها شويه. ان كنت تثق في طبيبك اوعى تتخيل ان هو هيضع بند انت مش محتاجه. ان كنت حضرتك تثق في الطبيب اللي انت رايح له اوعى تعتقد ان هو هيضع بند انت مش محتاجه. بمعنى المريض جالي فانا بقول احنا عايزين نعمل حجامه وهناخد اعشاب الغضروف وهناخد الكالسيوم معاه مغنيسيوم معاه فيتامين سي في كبسوله واحده، تقول لي لا انا مش محتاج كالسيوم، انا الكالسيوم بتاعي كويس. لو انت مش محتاجه انا مش هقول لك عليه. لو انت مش محتاجه مش هقول لك عليه، مش محتاجينه، هقول لك عليه ليه؟ وبالتالي كل ما يرسم لك من الناحيه الطبيه لابد ان تلتزم به. وليه بقول لحضرتك ان انت لو بتثق في الطبيب بتاعك امال انت رايح له ليه؟ ده انت رايح له في اشد لحظات ضعفك. اسال الله العظيم العفو والعافيه لنا جميعا يا رب العالمين، وان يمتعنا سبحانه وتعالى بالصحه والعافيه دائما وابدا. انت رايح له في اشد لحظات ضعفك. فهذا الطبيب ان كنت تثق فيه هيراعي الله سبحانه وتعالى ويراعي الامانه الطبيه اللي بينه وبين الله عز وجل، ومش هيحط حاجه زياده، ومش هيحط حاجه انت مش محتاجها، لان لو مش محتاجها مش هيقولها، مش هيذكرها. انا قلت لمدام مروه انت مريضه مثاليه لانها كانت ملتزمه فعلا بما ذكرته لها ونفذت اللي احنا قلناه. عشان كده وصلنا مع بعض لان احنا ننزل 22 كيلو، وصلنا مع بعض ل 64 كيلو وزن مثالي بمعنى الكلمه. وبالتالي الالتزام دائما بالخطه الطبيه العلاجيه مهم جدا جدا، وهي دي وظيفتك انت. ودايما بقولها للمريض بتاعي مع احترامي للجميع، انا مش هروح معاك البيت ادي لك الدواء بتاعك، انا مش هحط عليك رقيب عشان نشوف انت التزمت ولا لا، انت الرقيب على نفسك، وانت الذي يجب ان يلتزم بالخطه الطبيه العلاجيه حتى نصل الى الشفاء باذن الله سبحانه وتعالى. هل تستطيع كلمات العظام واعلانات العظام واعلانات الشاشات الفضائيه اللي ماليه الدنيا ومنصات التواصل الاجتماعي اللي ماليه الفيس وماليه الانستجرام وماليه التيك توك والى اخره، كل هذه المسميات تستطيع ان تعالج حاله من هذه الحالات؟ ابدا بمعنى الكلمه. ابدا بمعنى الكلمه. واثق تماما فيما اقول، لان كلها كلمات مساج، كلها كلمات للتدليك فقط، كلها إن كانت لها نتيجة مسكنة مؤقتة فقط. وإن أنا أشك في هذه النقطة، لأن عشان يبقى نتيجة مسكنة هضع حاجة معينة هتكلفني شوية. لا بلاش التكلفة دي، احنا كده كده بنضحك على الناس، ما جاتش على الحتة دي. هذا هو الواقع للأسف اللي موجود حاليا، واللي مغرق شاشات الفضائية قدام حضراتكم، واللي مغرق منصات التواصل الاجتماعي أمام حضراتكم. هيجي حد يقول لي طب يا دكتور ما انا شفت اتعاملت مع الطب البديل قبل كده وعملت حجامه اكتر من مره وما جابتش نتيجه. ارجع تاني زي الحلقه الاولانيه قلتها، ان لم تكن على يد طبيب متخصص، طبيب متخصص مش هتجيب نتيجه. ان كانت على يد طبيب غير طبيب وغير متخصص مش هتجيب نتيجه. وكما ذكرت من قبل ان الحجامه لها مواقع معينه، لها عدد
تشريطات معينة. الشرط دي اللي احنا بنعملها لها عدد معين، لها رسمة تشريط معينة، لها مسمى معين، لها حجم كاس معين، لها عدد حجامة معينة، وإلى آخره. علم بمعنى الكلمة، طب بمعنى الكلمة، وليس عشوائي، وليس عشوائي. حضرتك عملت حجامة عند الشيخ فلان وعند الأخت فلانة وعند المسجد الفلاني وعند المركز الفلاني اللي موجود فيه غير مش طبيب متخصص، لن تجد نتيجة، لن تجد نتيجة. وإحنا شفنا في الحلقة الماضية سيدة فاضلة عملت الحجامة 5 مرات من قبل ولم تأتي بنتيجة، وبفضل الله سبحانه وتعالى كانت النتيجة الطبية مع الحجامة الطبية رائعة جدا زي ما شاهدناها مع بعض، وزي ما هنشوفنا دلوقتي، هنشوف دلوقتي في مع مداخلة سابقة حالة أيضا عملت 3 مرات حجامة سابقة ولكن على يد غير متخصص. وعايز حضرتك تلاحظ بالعقل، بالعقل الفرق ما بين الحجامة الطبية والحجامة العشوائية اللي عملتها السيدة الفاضلة أم أسماء. خلينا نشاهد هذه المداخلة من حلقة سابقة ونرجع مع بعض تاني نحللها من الناحية الطبية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم، تفضلي. أنا كنت راجع عند حضرتك، كنت بتعالج من التهاب الأعصاب، عند دكتور ضغط فقرات، وحضرتك عملت لي حجامة، فبسم الله ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر. أنا ما شفتش حد عمل حجامة زي حضرتك، والله الله أكبر عليك يا دكتور، ربنا يجزيك. ربنا يحفظك ويعزك ويعلي قدرك. ألو. الله يبارك لك يا فندم، سامح حضرتك، تفضلي. فأنا كنت عندي ضغط فقرات الرقبة، وكان عندي التهاب في الحبل الشوكي، لو تفتكر حالة حضرتي. فاكرك يا أم أسماء، فاكر حضرتك. أيوه، أنا كنت عندي التهاب في الأعصاب. ده كان من نتيجة ضغط الفقرات بتاع الرقبة. تمام. كان عامل لي تنميل، تنميل في الرجل وفي الإيدين. كان بقالنا كام سنة بنعاني من الموضوع ده يا أم أسماء؟ أنا قعدت 3 سنين يا دكتور، ورحت لدكاترة، يعني مش دكاترة، هم عملوا لي حجامة بس يعني الله يسامح كل من كان بقى. طبعا أنا كانت موضوع يعني مش هقول لك، يعني أنا ما تجاري، تجاري من المرحلة الأولى أو من الطبقة الأولى زي ما بيقولوا يعني. والله يا دكتور أسامة، أنا كنت الجرح بتاع الحجامة دون كان بيقعد له 10 أيام على ما ربنا يشفيني كده يعني. أنا جيت عند حضرتك كان هو اليوم الثاني، بمعنى أصح اليوم الأولاني كنت كده بعملها آخر اليوم. يعني اخر النهار يعني. فهو على تاني يوم اخر النهار كنتش الحمد لله الله اكبر، ما كنتش بلاقي اثر، الحمد لله. كنت بتعب اثناء الحجامه، انا كنت في الحجامه التانيه كان الناس دي بتعملها لي، كنت بتعب. كنت في مره انا عملتها مرتين قبل حضرتك. مره تاني، اول مره ما انا طبعا كنت تعبان كده، تاني مره السرعه عليا من كتر اغمى عليكي من كتر الكاسات اللي استخدمها والدم اللي طلعه. ايوه يا دكتور، رغم ان والله العظيم يا دكتور انت حضرتك بتقعد في الحجامه وقت طويل، لكن انا كنت مش بحس بالم، يعني الم بسيطه عشان الحمد لله رب العالمين. تمام، ربنا يجزيك اجرك خير عننا يا رب يا دكتور اسامه، يعني ربنا يحفظك يا ام اسماء، والحمد لله رب العالمين. انتهت المشكله بتاعتنا والحمد لله تماما، دلوقتي بقينا كويسين. انت لو تتذكرني انا باجي البنت، باجي عندك لبنتي الهاجر عندها التهاب في القولون. ايوه فأنا بتعالج. انا بتعالج بالدواء وبتعالج بالحجامه، هي بتتعالج معايا بالحجامه يعني الحمد لله، والحمد لله يا حتى اليوم دول مستقره الحمد لله، وربنا يجزيك عننا كل خير. هو كان قولون تقرح يا ام اسماء بالنسبه لهاجر. كان قولون تقرحي. الحمد لله رب العالمين، ابتدينا نرتاح شويه. بدينا الحمد لله، تاني مره يعني تاني شهر نروح عند حضرتك، فبدينا ان شاء الله مره كمان ان شاء الله على خير يا رب ان شاء الله. فالدنيا هديت كتير مع الدواء مع الحجامه الحمد لله حضرتك، يعني ربنا يجزيك عننا كل خير. ربنا يحفظك يا رب، ربنا يحفظك. انا متشكر جدا لدعاء حضرتك الجميل، واسال الله العظيم ان يجزيك عنا خير. الله يا دكتور اسامه، ربنا يعلم انت انسان، لو ربنا موجود في كل محافظه بس واحد بس ما كانش يبقى المرض. لا، الخير موجود. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك ويبارك لك، والناس الكويسه كثيره جدا والاطباء الكويسين كثير. اشكرك جدا على مداخلتك الكريمه، شكر الله لك، واشكرك على حسن الدعاء، جزاك الله عنا. يعني أم أسماء عندها مشكلة طبية صعبة جدا، وهي ضغط الفقرات على الأعصاب وعمل التهاب في الحبل الشوكي، مشكلة من الناحية الطبية صعبة جدا جدا، والتعامل معها لابد أن يكون جراحيا لإزالة هذا الضغط اللي موجود على الأعصاب وعلى الحبل الشوكي. الحمد لله رب العالمين، بفضل الله سبحانه وتعالى نظرة الطب البديل كانت مختلفة تمام الاختلاف، دون التدخل أو دخول غرفة العمليات إلى آخره. ابتدينا نعمل حجامة والحمد لله رب العالمين، انتهت المشكلة تماما. نقطة مهمة جدا جدا أم أسماء
خاضت الحجامة مرتين قبل ما نبتدي ان احنا نعالج من الناحية الطبية بآليات الطب البديل. الجرح بتاعها كان بيفضل 10 أيام علشان يخف. ليه يا جماعة خير؟ ليه؟ هو انا بقطع بشرح المريض بتاعي؟ يعني 10 أيام الجرح بتاع الحجامة الطبية تاني يوم ولا ليه أثر؟ ودي نقطة مهمة جدا، تاني يوم ولا ليه أثر زي ما سمعتم مع حضراتكم مع أم أسماء. أما إن أنا أبتدي إن عندي conception كده أو اقتناع أو تصور إن أنا كل ما هجيب دم كتير ده كويس لصالح المريض، خطأ تماما تماما. وإلا ما كانتش أنواع الحجامة اختلفت عندنا 6-7 أنواع من الحجامة. وبالتالي إن أنا المريض بتاعي ومرة تانية أغمى عليها من كتر الكاسات اللي استخدمت ومن هبوط في الدورة الدموية اللي ممكن من الناحية الطبية يؤدي إلى الوفاة. أسأل سبحانه وتعالى العفو والعافية لنا جميعا. يعني لا تتهاونوا في صحتكم ولا تستهونوا باللي بيحدث للجسد البشري. أغمى عليها من شدة الدم وكثرة الدم وكثرة الكاسات الحجامة اللي استخدمت دون وعي طبي ودون معرفة طبية. أما في الحجامة الطبية زي ما سمعنا معاكم مع حضراتكم مفيش أثر للجرح تاني يوم، مفيش تعب إلا حاجة ألم بسيط جدا لا يذكر، وبفضل الله سبحانه وتعالى النتيجة زي ما سمعنا كانت رائعة وجابت بنتها أيضا للعلاج من القولون التقرحي بالحجامة. هل القولون التقرحي وهو من الأمراض المناعة الذاتية الحجامة لها دور؟ لها دور فعال جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وزي ما سمعنا مع أم أسماء وبنتها وهي بتتعالج من القولون التقرحي. هذه الحالة زي ما بقول لحضراتكم ضغط الفقرات على الأعصاب والتهاب الحبل الشوكي اللي بيدي تنميل في اليدين وفي القدمين بيبقى صعب جدا وحالة حرجة جدا ولابد من التدخل الجراحي لإزالة هذا الضغط، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى زي ما بقول لحضراتكم نخلي الاختيار الجراحي آخر شيء، قدرنا بآليات الطب البديل إن احنا نزيل هذا الضغط وتنتهي المشكلة تماما بمعنى الكلمة. هل هناك كريمات أو كورسات علاج من اللي احنا بنشوفها على الشاشة على الفضائيات تقدر ان هي تشلي هذا الضغط اللي موجود في الفقرات؟ استحالة طبعا. احنا نتمنى ان يكون حاجة زي كده بس مش موجود. هذا من ضرب الخيال، هذا من الوهم، هذا من التجارة، هذا من التدليس على حضراتكم، من النصب على حضراتكم. وعلشان كده كان اسم الحلقة أمراض العظام بين الطب والتجارة. دي تجارة على حضراتكم ليس لها أكثر من ذلك. وأوعى تصدق حضرتك أن هناك ما يسمى بفريق طبي يتابع حضرتك، الكلام ده مش موجود خالص خالص. هو مش هيصرف عشان يجيب دكاترة مبتدئين يرد على التليفون ويشوف شكوى حضرتك ويتابعك، مش هيصرف. هو يصرف فقط على الإعلان علشان حضرتك تسمع وتصدق، ويجيب ناس تقسم على المصحف على كتاب الله وناس تقسم إن هي خفت، كل ده يصرف عليه لكن مش هيصرف على الفريق الطبي، لأن ليس هناك ما يسمى بفريق طبي يتابع حضرتك، لا في إعلانات أمراض العظام ولا في إعلانات التخسيس. كل هذا وهم وتجارة على حضرتكم ليس أكثر من ذلك. أمراض العظام بين الطب والتجارة كانت لوجه الله سبحانه وتعالى دون وجود تليفون أو طريق التواصل أو عنوان ليا على الشاشة. هذا كان للتوعية فقط ولضرب جرس إنذار لحضراتكم، لأنها كثرت جدا جدا على الشاشات إعلانات العظام وإعلانات التخسيس والبرامج الطبية المباعة لتجار البشر من مريدي النقود الحرام بمعنى الكلمة، لأن ليس هناك أي أثر طبي لهذا أو ذاك، وليس هناك طبيب يرضى عن نفسه ان يعمل اعلان زي اللي انت حضراتكم بتشوفوه. اتمنى ان رسالة تكون وصلت لحضراتكم، واسأل الله سبحانه وتعالى ان تكون ابتغاء وجهه الكريم لا اكثر ولا اقل. امراض العظام بين التجارة والطب عنوان مهم جدا جدا وانذار مهم جدا جدا لحضراتكم. واذكر حضراتكم تاني بالكلمة الاخيرة، لا تعطي مصداقية الا لعقلك فقط. شوف مين اللي بيتكلم وشوف مؤهلاته ثم قرر ان انت تأخذ منه او لا. سعدت جدا بلقائي مع حضراتكم، الى ان القاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. اسألكم الدعاء واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.